الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح القرآن استبك بالله ريفيل تو محمد مدينة مدينة مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ